ايوه يا حبيبتي، قفل العربي. يا ما شاء الله، الف الف مبروك، عقبال الجامعه يا رب. ابن خالتك لا كان بياكل ولا يشرب طول السنه. ابن خالتك كان بيستحمى وقاعد على كرسي المكتب على فكره. خد يا حبيبي، عليها كورة ومصارعة وجت المكسيكيين. انت هتسيبه ينزل وهو عنده ثانوية عامة؟ جرى ايه يا فؤاد؟ ده ايه يا سمية؟ ما لسه ما بدأتش. طبعا لازم تقفل العربي زي ابن خالته. يلا بسرعة انضم لينا، هتكون بإذن الله من أوائل الثانوية العامة. عربي يبقى أستاذ رضا الفاروق، خبرة أكتر من 30 سنة، شرح مبسط، متابعة قوية، وتدريب على نماذج الامتحان. مع أستاذ رضا الفاروق أنت من الأوائل.